شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية حفل تخريج دورة الصاعقة 31، حيث كان في الاستقبال سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ومعالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية وقائد قوة الأمن الخاصة. وقد أعرب معالي الوزير عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة التي تلقاها جميع قطاعات وزارة الداخلية بما يزيد من كفاءة الأداء الشرطي. وخلال الحفل هنأ معالي الوزير الخريجين على اجتياز هذه الدورة مشددا على ضرورة المضي قدما في تطوير القدرات ورفع معدلات الاستعداد والجاهزية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية. وقد ألقى قائد قوة الأمن الخاصة كلمة أشاد فيها بالتوجيهات وبالدعم المستمر الذي تلقاه القوة من معالي وزير الداخلية منوها إلى أن خريجي هذه الدورة حصلوا على جميع صنوف التدريب المتقدم لعمليات الشرطة ومهارات أمنية مختلفة تمكنهم من النهوض بأعمالهم بكل كفاءة ومهنية. بعد ذلك قدم خريجو الدورة عددا من المهارات العملية التي أظهرت كفاءتهم العالية مجسدين مستوى التدريب الذي تلقوه وما وصلوا إليه من جاهزية عالية لأداء الواجبات. ثم قام معالي الوزير بتكريم أوائل المشاركين في الدورة مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققها الخريجون بما ينعكس على أدائهم في تعزيز الأمن متمنيا لهم التوفيق والسداد خدمة للوطن.